طيب النهارده ان شاء الله هتنطلق منافسات بطوله ماليزيا المفتوحه للسكواش، وهتستمر حتى يوم من 10 نوفمبر الجاري، بقيمه جوائز ماديه تصل الى 51,000 دولار للرجال وزيها بالظبط للسيدات. البطوله الحقيقه ان هي هتشهد مشاركه 15 لاعب مصري بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال. خلينا نقول لكم كده عن مين هيشارك منهم: سيف الشناوي، ابراهيم الاباني، علي حسين، ياسين الشافعي، كريم عبد الجواد، ومصطفى عسل. خلينا بقى يعني على مستوى السيدات، 9 لاعبات في منافسات السيدات هيكونوا: ناردين جرس، ملك خفاجي، كنزي ايمن، منى حامد، فريده محمد، وسام ابراهيم، ونادين شاهين، وامينه عرفي، ونور الطيب. هي ان احنا دايما لما بنيجي نتكلم على سكواش يا كريم بنبقى واثقين ثقة كبيرة جدا طبعا. وواثقين في لاعبين الحقيقة أصحاب اليد العليا في اللعبة، وبنأمل في استمرار تصدرهم تصنيف اللعبة، يعني سواء دوليا وحصد ميداليات بقى أولمبية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028. والحقيقة إن دي يعني هتكون أول دورة ألعاب أولمبية بتنضم لها لعبة الإسكواش، وواثقين إن أكيد كل اللاعبين واللاعبات يعني المصريين هيحققوا فيها أرقام زي ما احنا دايما متعودين إن هم يحققوا أرقام، وبيعتلوا الحقيقه التصنيف العالمي. يا سلام لو كانوا سبقوا بقى بالخطوه دي، يعني لو كانوا ادرجوا لعبه الاسكواش في الدورات الاولمبيه من سنين فاتت كان زماننا بصي مكتسحين. يعني الحقيقه يعني في الاسكواش بالذات الواحد بيتكلم بقلب جامد جدا الحقيقه، طبقا للي بيحققوه اولادنا وبناتنا، ابطالنا وبطلاتنا في هذا العالم وفي هذه الرياضه.